في القسم تلاميذ تلاميذ في القسم هنا في هذه الحالة يدل على الثبات ولكن ليس طويلا تلاميذ في القسم ظرف هذه أو يقصدكم الظرفية فهمين وش ما حاجة طارئة برك هكذا ومن بعد يروحوا ما مش عيني يقولوا هذه حاجة ظرفية رح نتحدث عليها لاحقا يعني تدل على زمن ولكن ليس بالزمن طويل أنا قلت لكم الماضي دائما طويل المضارع دائما طويل الماضي طويل المستقبل طويل المضارع قصير جدا هذه في القسم تلاميذ إخبار بالجملة الظرفية مش قصده مضاف إليه وكذا قصدك الجملة التي تكون ظرف طارئ فقط هذه ظرف طارئ نتحدث فيه يعني زمن قصير جدا ولكن تدل على الثبوت أنهم ثابتين في القسم لمدة معينة على الأقل أن التلاميذ دائما مكانهم دائما التلاميذ مكانهم الأصلي وين في القسم مكانهم الأصلي وين معناه دائما في القسم معناه هذا يدل على الثبوت ولو لزمن قليل صح يدل على الثبوت صح نروح للسؤال اللي بعده الآن الجمل ستة الفعل بك الفعل هذا عدنا الماضي عدنا المضارع عدنا الأمر شوف معايا الماضي أنا دخلنا في واحد المشكل إذا كنت في عصر الضعف حكاية صح؟ المنفى حكاية والرومانسي حكاية والحر حكاية واحدة أخرى معناها أصعب مشكلة راح تتعاني معها هو الأفعال ماذا يدل الفعل الماضي بالنسبة نمحو هذه شوية معليش هذه نمحوها صورت هذه ومزال أصبر ها هنا أنا حين أدره هنا على واحد الضعف هنا المنفى وهنا السياسي جيد فعل الماضي على في حاسر ضعف شيء يدل على حالة الذنوب شيء على حالة الذنوب المضارع على ماذا يدل مضارع توب الأمر على ماذا يدل النصح كلام قريناش مصباح شكون العين النصح المنفى على ماذا يدل الماضي تاع المنفى يدل على الشوق مثلا حالة السعادة البارودي كان الماضي تاعه مليح المضارع تاعه يدل على الأسى والحزن الأمر على ماذا يدل لا يدل على شيء ما كانش أمر هنا السياسي على ماذا يدل الماضي صديق في قضية جزيرة وقضية فلسطين الماضي يدل على اسمعني دوك السياسي هنا يدل على الفعل الماضي يدل على دوك هنا وكاين مشكل دوك انت دوك السياسي راه فيه نوعين فيه سياسي وطني وسياسي تحرري اذا كان سياسي وطني معناها الشعر كتب بعد الثوره معناها الماضي يدل على الثوره وكذا والحاضر يدل على الاستقلال اذا كان كتب الشعر بعد الثوره سمع. اذا كان الشعر كتب اثناء الثوره الماضي هنا وش يدل يدل على حاله الماضي قبل الجزائر قبل كانت الثوره واش كانت لاباس بها استقرار يدل على حاله الاستقرار هنا يدل على حالة المضارع يدل على حالة إذا كان تحرري هنا تصوير الثورة تصوير الأحداث يدل على تصوير الأحداث تأريخ الأحداث ويكت هذا إذا كان الشعر السياسي تاعك تحرري معناها مازالت كاين الثورة الآن راه كاين الثورة راه يصور في الأحداث أما إذا كان الشعر الوطني تاعك ثورة معناها خلاص راك عارفين شنو الفرق بين الوطني والتحرري مش عارفين دونك شوف مرو الوطني والتحرر التحرر من خلال كلمة تحرري كاين رغبة في التحرر معناها وصول معناها هذا أثناء الثورة الوطني هو حب الوطن الجزائر ويا لحكاية حبي ويا من حملت السلام لقلبي فلولا جمالك ما صح ديني هذا بعد الثورة معناها هذا بعد بمعنى أن هذا الفعل الماضي تاعه هو تاريخ الأحداث والمضارع تاعه الاستقرار هذا لا هو الماضي تاعه هو الاستقرار لان الجزائر قبل ما فهمتوا ما فهمتوش استاذ الوطني دائما نربطوه بالقضيه بالثوره الجزائريه والتحرر دائما بالقضيه الفلسطينيه كيفاش ما فهمتش يا اخي القضيه الفلسطينيه حتى الان يعني ما داتش الاستقلال يعني الشعر الذي جيد القضيه الفلسطينيه اصلا تعبر عليها بالفعل المضارع دائما مازالت كاينه تاريخ كان كاين الوطني بعد الاخر جيد فهمتوا عندكم تصور عليه ما فهمتوش على بالي بلي مازال ما فهمتوش ما فهمتوش ركز معايا شنو الفرق بين الشعر الوطني وشعر التحرر تفضل ما فهمتيهمش يا بنتي الشعر الوطني
هو الشعر اللي فيه حب الوطن، فيه النزعة الوطنية، معناها يحكي على حب الوطن. ويكت بعد الاستقلال، متفاهمين؟ معناها مفدي زكريا في السبعينيات استقل الجزائر قاعد يحكي لهم على حب الوطن. إن الجزائر في الوجود رسالة، الشعب حررها وربك، وإن الجزائر قطعة، إن كذا، هذه نزعة وطنية. لما تعود عندنا الشعر التحرري، الثورة راها مازالت كاينة، وراه السيد يحرض على الثورة، قوموا مدوا ديروا أعملوا، يلا نتحرروا، لازمنا كذا نتحدوا فرنسا. فهمتي يا فهمتوش؟ بمعنى الشعر التحرري، راها مازالت كاينة ثورة، شعر وطني خلاص ثورة، أنا في وقت الراحة. بمعنى الفعل المضارع هنا يدل على ماذا؟ تاريخ الأحداث، تصوير الحدث، طرق راه صورنا في الأحداث على الثورة، صورنا في معارك هنا يدل على الاستقرار، وقادر تكونكم ايضا هنا تدل على ايضا تاريخ الاحداث. معليش نديروها رسم الاحداث، قادر تكون نفسها، مش حابكم تشيلوا شو فيها دخلوا لي بها. الامر على ماذا يدل؟ ها تفضلي. الوطني والتحرري نفسه هو تاع رسم الاحداث، نفسه. هنا يركز معايا، ما في الامر على ما يدل؟ التحرير. الرومانسي وش فيه؟ ما فيهش. انا ربما قلت قاهك لبرك قاهك شغل، انا تصورت ما مانيش عارف، على حسب التجربه تاعي مع النصوص الرومانسيه، النصوص اللي طلعنا عليهم. الرومانسي التفاؤلي ماهوش كيما الرومانسي التشاؤمي. اذا كان الرومانسي التشاؤمي معناها الماضي تاعو كان زين، كيما المنفذ والمضارع تاعو ولا موش مليح، انه مهاجر وحزين، هذا اذا كان في التشاؤم. بصح التفاؤلي شنو هنا وشنو هذو؟ نخلوهم نكتشفوها مع النص، ما نقدروش يعني الرومانسيين فلسفيين بزاف، بصح النص تاعهم هنا الامر شنو؟ النص. علاش انا ما نقدرش نقول لكم الرومانسيين فيها حالات بزاف؟ رومانسيين فيهم افكار، قادر يكون لك متفائل، قادر يكون لك متشائم، قادر يحكي لك على الحياه، قادر يحكي لك على الانسانيه، قادر يحكي لك على اي حاجه، وبالتالي ما تقدرش تعرفوا على وراه يحكي. كما إيليا أبو ماضي. أكيد. كنا قد تحدثنا أن إيليا أبو ماضي سنة 2008 كان يحكي على التفاؤل. ها؟ تفضل. كما جيت الأمر تحرير، كي يكون شعر وطني عادي يهضر على الوطن. يهضر على الوطن وبعد يبدأ يحرض على الثورة، وشني يعني داخلة كامل في الشعر تاع الثورة. ها؟ والتحريض على وين؟ شين ونقولوا النص النصح بالثورة، ينصح فينا بالثورة؟ كلمة ثورة جمعها كلمة نصح، كلمة نصح كلمة لطيفة شوية نصح. مقصود لك يعني الشعر الوطني العادي يكون يحكي على الوطن فهل التحريض يعني عاد يحكي والو لا عاد يحكي على الشعر الوطني، راه يحكي لك بفعل مضارع عادي. نهار يعود يحكي على شعر الأمر تتبدل الحكاية كاع، فهمتي؟ يعني الأمر والماضي. شوفي معايا، فلسطين ويا مهبط الأنبياء، ويا قبلة العرب الثانية، ويا حجة الله في أرضه، ويا هيبة الأزل السامية، هو يحكي لك بالجمل الاسميه، هذا يدل انها ثابته. هذه الحوايج فلسطين مهبط الانبياء ثابته، وراها الجمل الاسميه وراها ثابته، ويا حجه الله في ارضه ثابته مازالت، ويا قبله العرب الثاني ثابته، ويا قدسا باعه ادم ثابته كما باع جنته العري ثابته. بعدين فمدوا يدا نحمي اوطاننا، هم دخلنا في الله. فهمتوا؟ هل من سؤال؟ حتى على باس امحي الصبوره، شو معايا؟ درك الضمير جماعة، الضمير درك على حساب العصر اللي راك فيه نفس الحكاية. الضمير أنا، لا 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 نديروها هكذا أفضل. درك الضمير درك نشوفوا الضمير وش من العصر راك فيه، راه كاين وين الضمير لا يعني شيئا، قصد لا يقصد به الشاعر شيئا، كاين الضمير وين الشاعر يقصد به شيئا، هو بالعاني يوظف لك في الضمير بشكل ما لأنه يقصد في حاجة. مثلا الشاعر يوظف لك ضمير جمع المتكلم نحن، هو بالعاني يوظف فيه يعني عمدا. لماذا؟ لانه يريد ان يبرز النزعه القوميه. معايا ماكش معايا؟ دوك اولا الضمير وراح نلقاو، نلقاو الضمير ها، نديروا الضمير، الضمير هنا بسم الله دلالته ولا دلالاته. عندنا ضمير أنا، ضمير مفرد المتكلم، هذا يا نلقوه في الرومانسيين يدل على الذاتية،
حبيت نسقسيك استاذ، كون نلقى الضمير في عصر الضعف انا هي قادر تلقى قادر يحكي اشتاق الى حرم بطيبه امنه طابت بذلك روضه اني لارجو ان تقر بقربه عيني. معناها قادر يوضع لك ضمير انا بصح لا يعني شيئا. علاه لا يعني شيئا؟ علاه الضمير انا لا يعني شيئا في عصر الضعف ويعني شيئا في الرومانسيه؟ لان الرومانسيين متعمدين بالعاني حبيبين النزعة الذاتية. كمعمكش معي نزعة ذاتية هو متعمد. أما بالنسبة عصر الضعف مش متعمد يحكي عادي صح. الضمير نحن هذا يحكي على أن الكاتب عفوا أن الكاتب مشترك في القضية مع الجميع. مع الجميع من الكاتب يدل على صح هذه وكنا نلقاهم نلقاهم في المقال. الشعر السياسي نحن وش تولي تدل على تدل على النزعة القومية. معناه الكاتب كتعود تهدر في النظر الكاتب يبدأ يقولك نحن احنا لازم نديره احنا لازم نواسه. هذا يدل على أن الكاتب مشترك في القضية مع الجميع صح مش نزعة قومية. بس إذا كان الشاعر يقول عقيدتنا في الوراء وحدة وأسماء العقائد وحدة عقيدتنا كمان مش معنى هاي نحن ولا مش نحن. أستاذ هل يجب أن أجد الضمير نحن صريح؟ لا مش لازم قد تلقاه ضمير متصل عادي. فهمتوني جيد. نحن النزعة القومية إذا كانت في الشعر نديرها بين قوسين في وقيل خطرها رديء ولا رديئة عبالكم كي نتعب نعود قلنا نكتب بخط رديء اسمحوا لي حاجة. قلنا الضمير نحن يتوظف في الشعر ويتوظف في النثر صحيتي. إذا توظفنا في النثر نقول لأن الكاتب مشترك في القضية مع الجميع. معنى قضية هذه مش قضية كثير قضية جميع الناس. معنى الكاتب وقال لهم راني أنا معك مثلا قضية تربية الأطفال قضية مثلا السرقات الأدبية قضية لما يوظف الكاتب الضمير نحن جمع المتكلم يدل ذلك على النزعة القومية. ما كانش اشتراك الكاتب في القضية مثلا في الشعر البصيري يقول ما الذي أفادته من الضمير نحن لا يوجد حقرني صحيح صح. لا ما يقولكش أصلا هذا السؤال شيني ما الذي أفاده الضمير المتكلم أنا في البيت الأول ونحن في البيت الثالث هو الشعر البصيري ورا تشوف ورا البيت الأول أسمحوا لي وش قلت لها أنا ما الذي أفاده ما الذي أفاده ضمير متكلم أنا في بيت أول نعم صار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم ونحن في البيت الثالث نبينا محمد الآمر. السؤال فيه خطأ سؤال خطأ هو القصد هنا يا هذا الكتاب ما نبينوش هو القصد هنا يا أن على من يعود الضمير على الشاعر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم القيلي الحل تعوين ها ورا حل جي ورا شوف بناء السؤال الثالث ولا السؤال الثاني بناء الفكر ورا السؤال هذا سؤال بناء لغوي بناء لغوي خلاص هذا قال هذا وقت عيني كبير قلت لكم السؤال فيه خطا سؤال فيه خطا وش قال هنا قال ضمير المتكلم في البيت وقع خاص أراد به الشاعر أن يظهر المكان التي يجب على البشرية كلها أن تقرها للرسول صلى الله عليه وسلم. شوف معي ضمير المتكلم كلها أن تقرها أما نحن في البيت فهو يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قصده على من يعود هذا الضمير مش قصده ماذا أفاد لأنه لا يفيد شيء أفاده هنا هو خطأ فيه هو هذا أنا وش قلنا قلنا الشاعر لما يعود متعمد شيء متعمد شيء أنه مثلاً وظف لك الضمير الذاتية إلي أبو ماضي يقول بني وطني أنا أنتم إن ضحكتم لأمر وإن بكيتم أنا أنتم إن ضحكتم لأمر وإن بكيتم فأدموعكم أدموعي هذا توظيف ضمير أنا شيخ راكض مسرع مع الزمن الراكض أنا نغمة وقعت الآن من أنا يا ترى الآن توظيف ضمير أنا راه متعمد هنا متعمد لك معي مكش معي لما الشاعر يعود متعمد يوظف ضمير الأنا هذا يدل على الذاتي هذا مش متعمد مشيها وخلاص مش قصده أنه حاب يبين الذاتية هذا الكاتب لما يعود في النزعة القومية حاب يقول عقيدتنا في الوراء راح
الصحابي يبين باللي رانا احنا واحد فريد، بمعنى راه كاين قصد هنا. هذه من بعد نقراوها في واحد الدرس اسمها القصد، القصديه والمقصديه. هو ما تقراوهش انتم في التيرمينال، بصح نقراوه علاش؟ لانه ساعدنا بزاف، ساعدنا في الاستعارات وساعدنا هنايا لازم نعرف قصد الكاتب شنو هو. القصد لما الكاتب يعود قاصدها اكسبري معناها عندها دلاله، لما شاعر يعود مش قصدها ما عندهاش دلاله، هو مش قصدها معاك ما درهاش بالعاني معاك مش معاك. مثلا العربيه يلعب كره القدم، حبي يرمي الكره العياطه على مقوسه هكذا، وعياطه واش كي ترميها مقوسه عياطه واش راح يدير؟ بدماغ. هاك واحد كنت قلت لي هو القصد تاع العربي انه لو حبدنا، بصح العربي جاي يجري 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 ومن بعد لاح الكره للتوش واحد واحد عند ما عندهاش قصد، مش قصده طاح. لما يكون كاين قصد يعود عاد هدف صح. ضمير انت، انت على ماذا يدل؟ الضمير انت مهما كان يدل على التاثير، محاوله التاثير في المتلقي، التاثير في جميع العصور متلقي. الضمير هو هو يدل على الخجل اذا كنا في عصر الضعف، وهو يدل على الاستعمار اذا كنا في السياسي. هما في السياسيين يقول لك اللي ما يسماش الذي لا نسميه لا نريد ان نسميه اللي هو الاستعمار، تحقيرا له اللي هو الاستعمار. وحتى هذا راه تحقيرا لنفسه، لان السيد البوصيري لو انه استعمل ضمير متكلم فهذا يفتخر. راك معاك شمال، هو يفضح في روحه ويفتخر، وبالتالي ماذا يستخدم ضمير الغائب تحقيرا لنفسه. فهمتوا الحكايه؟ فهمتوا؟ هذه ابرز الاسئله التي مزت لنا سؤال او اثنين، سؤال او اثنين. سؤال او اثنين بسرعه. ها، هل كان الكاتب موضوعيا في طرحه؟ هل كان الكاتب موضوعيا في طرحه؟ نفس السؤال تاع الاسلوب الخبري. نعم اكيد الكاتب راح يكون موضوعي في طرحه، انه لو لم يكن موضوعيا هو راح يقول لك علل. نعم، لانه التزم، شو سمينا الاسلوب الخبري قبل؟ التزم المناقشه الهادئه، كملوا الهادئه بعيدا بعيدا عن التحريض، عن التحريض زيدوا، والاحكام المسبقه، والاحكام المسبقه. وين نلقاهم التحريض والاحكام المسبقه؟ وشنو الاسلوب انشاء؟ ما دام ما كانش اسلوب انشائي فالكاتب موضوعي. ما ماكش معنى، معنى الكاتب موش يحرض، ماهوش يعطينا في احكام، ماهوش يعطينا في ذا، موش يوجه فينا، راه موضوعي. ما دام موش يوجه فيا، عبد الكعود يوجه فيك، راه يوجه فيك الفكر توبه تبعو، موش يوجه فيا راه موضوعي. كثير من الاسئله تعبتكم، هذه اسئله كثيره كثيره جدا على بالي، ولكن هذه الاسئله كيما نزيدوش نرجعوا ليها، ما كانش سؤال ما نقدرش نجاوبوا عليه. تفضلي انستي. استاذ كيما الكاتب موضوعيا، يعني قادرة تكون لا، نعم مش لازم كيما قلت، مش لازم. اذا كنت قادرة تقولي لا فانت متميزة. انا نقدر نقول لا، بصح اذا قدرت تنتقد الكاتب صح انا لا قالب ضعيف، بل احسن انه نعم ضعيف ضعيف. واش قال كي تطلعي الجامعة قولي لا، الباك ما تقولش لا، تبع وقول، يعني تبع وقول باع. يعني قصر بركة دائما نعم، لا دائما نعم. وين تقدري تقولي لا إذا كنت متميزة؟ كنا نحكوا المستويات عليا نقدر نقولوا لا. يعني إذا كنت سؤال، هل كان الكاتب موضوعي؟ أم لا؟ وعلي تقولي له نعم، ها هو المهم هنا في التعليل. قادر يكون مش موضوعي لأننا في واحد النص نشوفه مش موضوعي، نعلمكم شرف النثر العلمي. سهل. هل كان الكاتب موضوعيا في طرحه؟ عندنا سؤال آخر وأخير اللي هو اسمحوا لي، علي خلو الخيال من النص. نفس الإجابة، نفس الإجابة، تبهنا لأن الكاتب يخاطب نفس الحكاية، أن الكاتب مستقبل مناقشة هذه العقلانية بعيدا عن طرح نفس. مادام قلتي كاتب يخاطب العقل، هي المناقشة العقلانية. قولوا يعتمد الأسلوب المباشر، نقدر مناقشة العقلانية ويكت تاع
في النظر احبس رانا في النظر هنا هي كون يعود في الشعر الشعر التعليمي لان يعني كاتب يعتمد على الوضوح اسلوب مباشر نفس العاطفه ثانيه علي الخلو النص من العواطف نفس الحكايه نفس الحكايه بشرط رانا في النظر باسكو عليها كون تعود في الشعر تولي لان الشاعر يعتمد على الوضوح والمباشره هدرنا بها سابقا سؤالي بعده سؤال اخر واخير انا كل مره اقول لكم سؤال اخر واخير يجيني سؤال جديد في راسي كل ما عنده واحد الطريقه هكذا يا شيخ انا جاي تعال الموضوعيه كيفاش سؤالها ما التقنيه المعتمده في النص ما المنهجيه المعتمده في العرض هذا سؤالها جاء في الكثير من الاحيان المعتمده في العرض اذا كان نص علمي اسمها العلم المنهجيه هي الاجمال ثم التفصيل هنا ما قالوا شنو مقدمه مقدمه عرض خاتم خلاص هذه من المنهجيه المعتمده في العرض سؤال اخر واخير هذا الاخير صح صح هذا ما نقدرش نفوتوه لازم جماعه هذا لازم هذا السؤال صح ها شنو نصر علمي هو نصر علمي متأدب بفوارق معينة راح نقرأ عليها من بعد شوف معايا ها أسلوب الكاتب أسلوب الكاتب شو عندنا أساليب الكاتب أسلوب الأدبي العلمي المتأدب العلمي المتأدب وين نلقاه في النصر العلمي هذا وين نلقاه المقال نزيد سؤال اخر هذا الاخير هذا الاخير صح صح هذا الاخير صح اسلوب الكاتب اسلوب النص اسلوب النص خبري انشائي والله ممازجه اذا قال لكم الوحده الموضوعيه اللي اعتمد الكاتب حق على بالكم لان النص يتحدث على موضوع واحد مقدمه تجيب له منها كلمه عرض خاتم هذيك نهضروا عليها من بعد هني سؤال اذا اتمنى انني قد وفقت في هذه الحصه واتمنىكم ان قد فهمتم هذه على بالي بها معلومات كثيره جدا نلتقي ان شاء الله مجددا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سكر سكر